لا تزال الاحتفالات مستمرة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة أعزائي المشاهدين، والواقع يعني حالة من الولاء والانتماء وحب الوطن من خلال ما يقدم من مواد إعلامية ومن احتفالات وندوات ومنتديات وملتقيات في إطار هذه الذكرى، ذكرى هذا الانتصار العظيم، استرداد الكرامة واسترداد أيضا الأرض. أرحب بضيفتي الكريمة داخل الاستوديو، الأستاذ اشتياق داود يوسف، أمين مساعد المرأة بحزب مستقبل الوطن بمحافظة أسوان. أهلا بك معنا أستاذ أهلا اشتياق. وسهلا بحضرتك الله أستاذ يخليك. عبد الله، أهلا وسهلا. الله يخليك. يعني النهاردة يمكن بنستشعر كلنا، يعني في كل سنة لما يبدأ حرب في شهر أكتوبر ويبدأ الحديث عن ذكرى النصر ونسمع الأغاني الجميلة ونسمع الأفلام الوثائقية الجميلة جدا وما يقدم من ندوات في كافة المحافل، يعني شيء بنستشعر من خلاله حبنا لبلدنا وتقديرنا للي ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن الغالي. إزاي يعني نأكد عن الاحتفالات بذكرى انتصار أكتوبر تغرس فينا هذه القيمة، قيم الولاء والانتماء وحب الوطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكتوبر، شهر اكتوبر اول ما بيهل علينا بنفتكر الانتصارات طبعا، وهو شهر كله نسائم انتصارات والعزه والكرامه، وبنفتكر وبنترحم على شهدائنا اللي قدموا ارواحهم ودمائهم للبلد. وطبعا احنا لازم نرسخ احنا طبعا يعني عصرنا شويه، انا مواليد سنه 70، فيعني افتكر شويه اللي حصل، بس طبعا الاجيال اللي بعد كده طبعا هنتكلم في 51 سنه، مدة مش بسيطة. وسبحان الله كل مال الجيل اللي هو لسه بادئ ولسه صغير وطالع بيبقى يمكن عنده معلومات، ودلوقتي الأولاد بقى يسرشوا عن الحرب وما شاء الله عليهم يعني. فإحنا لازم نغرس ده في أولادنا، وإن إحنا ما نخليش الذكرى دي أبدا تندثر، بالعكس يعني، وهي طبعا دي دليل كرامتنا وعزتنا وقدرتنا من بعد ربنا. طبعا ربنا هو اللي اوحانا وهو اللي كتب لنا النص، فاحنا لازم نحافظ عليها، ولازم الجيل الجديد يبقى فخور. ويعني اسرائيل كانت بتسمى يا استاذ عبد الله ان هي البلد التي لا تقهر، البلد التي لا تهزم، وكانوا بيخوفونا بخط برليف، وكانت فزاعه في خط برليف، وكانوا بيقولوا ان خط برليف ما ينفعش ينسف الا بقنبله ذريه. اراد الله ان مصر من يعني اللي ربنا حباها بكل حب. وطبعا احنا كلنا عارفين ان مصر يعني مكرمه في القران، يمكن اتذكرت اكثر من 24 مره. فمصر دي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر جنود مصر، وطبعا سماهم خير جنود الارض، وبرده في الكتاب المقدس المصريين مذكورين اكثر من 112 مره في الكتاب المقدس، المصريين والمصريات. فاحنا بلد ربنا حميها، واحنا كل زي ما حضرتك بتقول احنا جدودنا وسلمونا بلد بعد حرب اكتوبر ما فيهاش شبر محتل. فلازم يعني الاجيال الجديده تعرف هم عملوا ايه وضحوا بايه علشان يوصلوا لان احنا ما يبقاش عندنا شبر مش بره مصر، ولازم يحافظوا عليه، ولازم يبقوا عارفين ايه اللي اتعمل بالظبط في اكتوبر. طبعا خسرنا ارواح وخسرنا، وكانت في ازمه اقتصاديه، وكان في حاجات كتيره جدا احنا عشناها، وطبعا اللي هو جيل طبعا عاشوها، واحنا برضو كنا من ضمن عشان سن يعني، فكل اطفال يعني. ايوه كنا، بس كنا ايوه كنا يعني عندي ثلاث سنين ذكرت المشاهد لكن ما ايوه. فحضرتك يعني طبعا لازم نغرسها في الجيل الجديد، وعلشان كمان يبقى عندهم قوميه، ويبقى عندهم ان مصر دي مش جات لهم بالسهوله دي، او دياما الناس ضحت بارواحها وبدمائها علشان خاطر توصل لهم بالطريقه دي، وبالامن اللي احنا عايشين فيه، وبالرفاهيه اللي هم عايشين فيها، وبالاماكن. شرم دي كانت فين؟ مثلا سينا دي كلها كانت فين؟ هو بيروح بيصيف وبيتفسح. فالمفروض الامهات او مثلا الدور المجتمع ان المكان اللي انت روحته ده ما كانش حد يقدر يجي جنبه، لو ما اكتوبر واللي اتضحى في اكتوبر والدماء اللي راحت في اكتوبر، وطبعا القياده المصريه انذاك، وكل كل 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 المقاومات اللي وصلتنا للشيء ده. طيب يعني استاذه اشتياق، انت ذكرتي خط برليف، وذكرتي انه
أجمع الخبراء العسكريون لتحطيم هذا واجتياز هذا الخط يستلزم له قنبلة ذرية. لو احنا حطمناه باستخدام قنبلة ذرية ما كانش يكون في عبقرية، لو حطمناه بالقنابل حتى العادية ما كانش في عبقرية. شوفي بساطة السلاح، السلاح مية مية وإيه؟ والفكرة مصرية، الفكرة مصرية والفكرة معلش يعني أنا مش عنصرية ولا حاجة، بس الفكرة يعني من السد العالي. كان اللي هو باقي زكي كان مهندس في السد العالي، يعني اشتغل من سنة 64 ل 67، يعني بذر التحطيم خط بليف له علاقة بأسوان والسد العالي، ولسه كمان لسه هندخل في حاجة تاني. اتفضل. هي من يعني طبعا كل مصر شاركت، احنا مش بناخد الموضوع لينا احنا بس. بس احنا برضه هنتكلم بعد كده على نقطه ثانيه برضه اسوانيه نوبيه 100%. خلينا نخلص ايوه خلص السد العالي. السد العالي كان فيه فكره حضرتك ان هم يعني بياخدوا الميه من النيل وبيدخلوها في مضخات وفي خلاطات، ان هي الرمله والميه كانوا بيبنوا بيها السد العالي. فالمهندس باقي كان مهندس في السد العالي، فهو اللي ابتكر فكرة نسف خط بارليف بالمياه. جاب زوالق خفيفة عليها طرمبات بتسحب من مية قناة السويس، وكانت بتضخ المية يعني بطريقة يعني قوية، فكانت بتنزل هو تراب حضرتك حاطين 3000 مليون متر مربع تراب، مثل مكعب سوري مكعب تراب. فطبعا علشان ده حاجه كده، ويقول لك حضرتك يعني حتى يعني واخد كام كيلو، يعني حاجه عظيمه يعني. فطبعا لما هو دوبه بالميه، احنا كمصريين المفروض ان احنا نفتخر طبعا ده سلاح المهندسين. هو كان ساعتها في الجيش اللي هو باقي زكي، كون ان هو حاجه زي ما حضرتك ذكرت يعني كانت قنبله ذريه، كانت ساعتها ما فيش بقى نووي وكده، بس كانت قنبله ذريه وكلام زي ده حاجه صعبه جدا، ان هي تنزل بالميه دي اهانه لاسرائيل، والمفروض تعظيم سلام لشباب مصر، ومش عايزه اخصها بمهندسين مصر بس بمتعلمين مصر بولادنا اللي احنا في كل مكان، بامانه في كل مكان، في بره مصر وجوه مصر. بسم الله ما شاء الله احنا عندنا موارد بشريه تدمر اي حاجه في الدنيا. ملمح اسوان الثاني بقى، ملمح اسوان الثاني. لا يعني انا يعني احنا قلنا خط بارليف اوكي وربطنا باسوان. ايوه مهم جدا في الحروب الشفره، يعني ايه علاقه الشفره باسوان بقى؟ طبعا حضرتك والنوبه تحديدا اوكي يعني. ايوه حاضر. طبعا حضرتك بالنسبه للشفره، السيد الرئيس انور السادات استدعى كان ساعتها شاويش احمد ادريس، وطلب منه ان هو يعني طبعا حضرتك انت عارف ان اللغه النوبيه لا تقرا ولا تكتب، وطبعا اسرائيل عايشين معنا يعني كانوا طبعا ليهم ودارسين، وهم فيهم يعني كانوا معانا في مصر عارفين كل حاجه عارفين، بس طبعا ما يعرفوش يتكلموا نوبي لانها صعبه جدا. فحضرتك كانت فكره الرئيس السادات رحمه الله عليه ان هو استدعى الشاويش احمد ادريس وطلب منه ان هو يعني ان هو يستعين بيه في باللغه النوبية. ومن خلال كده راح هو الرئيس عين 344 فرد نوبي، بحيث ان هو كانوا هم المسؤولين يعني بيتكلموا بالنوبي، وبعد كده هم بيترجموا للقادة الشفرات الصدرة والوردة وهكذا. فطبعا ده فخر لأسوان وفخر لمصر وفخر للنوبة، واللي لغتنا الجميلة ولغة النوبيين اللي يعني فعلا فعلا كانت يعني تعتبر جزء من مقومات نجاح، وطبعا جزء كبير من مقومات نجاح الحرب. عندك حاجه ثانيه عن اسوان بقى ولا ولا اسوان يعني احنا اتكلمنا عشان ما نبقاش عنصريين خالص، لا مش عنصريين هو نحن جزء لا يتجزأ من هذا الوطن. لا يعني عايزين نقول ان الحرب دي شوفي المشاركه فيها يعني من سيناء، يعني تحرير سيناء يبدا من اسوان لحد اسكندريه لحد مطروح لحد بورسعيد لكل المحافظات، لان دي جزء غالي من جزء من مصرنا الغاليه. والبساطه هنا يعني احنا الانتصار ربنا سبحانه وتعالى كتبه لنا بابسط شيء،
مش بأعلى شيء عشان من 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 ما نعيدش الانتصار للأسباب، نقول لا عشان خاطر العبقرية بتاعتنا في الشفرة، العبقرية بتاعتنا في تحطيم خط برلين، لا بأبسط شيء ربنا سبحانه وتعالى هداني ليه عشان يكون لنا النصر. طب هل انت حضرتك شايفة ان المرأة كان لها دور في الحرب، في الحرب 6 اكتوبر او في النصر او ما بعد النصر يعني؟ حاضر. هي بالنسبة للمرأة طبعا المرأة شريان الحياة ومحور الأسرة اولا، يعني هو فيه طبعا يعني طرق كتيرة جدا، او هم يعني كان ليهم اكتر طبعا كتير جدا من ليهم يعني حضرتك دور كبير جدا جدا في نصر اكتوبر. انا بعتقد اول حاجة كمرأة وبعمل في العمل الاجتماعي للمرأة، حضرتك اول حاجة يكفي ان انا اقدم ولدي شهيد، وابقى في ناس كانت بتصغرت لما يجيهم خبر ابنهم من كتر القهر والذل اللي كانوا بعد النكسة. دي يعني انا اعتبرها اكتر حاجة طبعا ناجي لحضرتك ايه، ان كانت المرأة بتشترك في حرب اكتوبر بالتمريض بالتبرع بالدم. يكفي نافخرا دور السيدة ام كلثوم والفن. أم كلثوم كانت بتجول البلاد العربية والأوروبية، مرة عملت حفلة أوروبية لكن كانت بتجول مصر وكانت بتجول البلاد العربية لدعم المجهود الحربي المصري لحرب أكتوبر. يعني إحنا لو اتكلمنا عشان وعلى حس كده يعني سيدات اتبرعوا يعني يكفي ساعتها كان المليون ده حاجة تخض، كانت هي اتبرعت بثلاثة مليون جنيه وعشرة كيلو ذهب. سوري مش لا اتبرع لها يعني جمعها، مش هي اللي اتبرعت يعني جمعت. وطبعا كانوا الفنانات بيطلعوا الجبهة وكانوا بيدعموا الفنانين والفنانات عشان يمرضوا، بس انت حضرتك بتسأل على دور المرأة، كانوا بيدعموا الجنود وكانوا يعني بيرفعوا روحهم المعنوية. وطبعا احنا جنودنا على قد اللي حارب وعلى قد اللي دخل في الحرب، على قد برضو ما حضرتك في ناس اللي هي استعملها ذكاء القائد محمد أنور السادات، اني حط على الجبهة المقابلة لإسرائيل شباب يبانوا هم كانوا بيمثلوا طبعا ان هم كسالة وشباب بيشربوا وبيعملوا وكده وبيلعبوا، فكانوا لدرجة ايه ان هو حتى خلى المصريين ذات نفسهم يحسوا ان الموضوع يعني صعب، مفيش امل. كان يعني دي نوع من انواع اسميه يعني سوري في اللفظ دهاء القائد، خلاهم يحسوا ان احنا خلاص فقدنا الامل كمصريين، ما عندناش اي استعداد للحرب، خلاص اخذنا على النكسة، اخذنا على الهزيمة، حصل لنا احباطات. فنفس الجنود دول لما كانوا بيعملوا كده هم راحوا يلعبوا ويلهوا في عيد الغفران بتاعهم وسابوا أماكنهم، ومصر قدرت في 6 ساعات تدمر وتنسف الفزاعة اللي كانوا بيخوفونا بيها. أستاذ اشتياق، كان الحديث شيق عن كان عن الماضي وذكريات أكتوبر، لكن احنا يعني كيف أن حرب أكتوبر كانت بالفعل بداية الطريق نحو المستقبل ونحو التنمية، وسيناء في الفترة الأخيرة دي تحديدا شهدت طفرات تنموية غير مسبوقة. طبعا احنا بعد الحرب كانت في الانفتاح وكان في ولازلنا لغاية دلوقتي طبعا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الدعم لسيناء، وطبعا سيناء جزء من مصر، ومصر كلها بتعيش في طفرة في يعني اللي هي بتاع الطرق، وبتعيش في طفرة ان فيها انفتاح وفيها تعمير وفيها كل حاجة يعني بتفيد المواطن تجلب الاستثمار من بره. الناس بتفتكر ان البنى والكباري والحاجات الجديده دي رفاهيه، لا دي يعني حضرتك اي مستثمر بيبص للبلد بيبص لها من خلال الـ يعني ان هي تبقى في تطوير، وان هي يبقى عندها يعني بناء تحتيه بنيه تحتيه سليمه وكده. من ضمن مصر طبعا كان كل يعني كان اغلب برضو في اهتمام لمحافظه سيناء،
والشمال سيناء والجنوب سيناء وكل سيناء. يكفي ان هي كانت في الاول ما عندناش غير محور واحد لان احنا نوصل لسيناء. دلوقتي حضرتك كل الطرق حضرتك الحضاره اللي بقت التحضر اللي كانت فيها طبعا كانت في الاول حياه فيها بدو طبعا وكده، دلوقتي بيجي فيها حضاره وبقي يعني سيناء كفايه المنتجعات السياحيه الاتصالات. دلوقتي احنا بنحتفل بان وصول القطار لسيناء. سيناء يعني ما شاء الله بتعيش في ابهى ايامها في عهد الرئيس وفي تحت القياده المصريه، وان شاء الله باذن الله يعني زي ما بنتمنى مصر كلها القادم يبقى احسن يبقى لسيناء، وطبعا هم جزء مننا ومن من مجتمعنا، فلازم هيكون التطوير او التطور اللي حاصل في كل البلد يكون هم ليهم فيه نصيب. يعني ده شيء جميل طبعا، الاولويه في التنميه لسيناء. يعني حرب اكتوبر ايضا كانت بدايه خير للتنميه في كل ربوع مصر. يعني النهارده احنا ناخدها من اقصى الجنوب عندنا في مثلا في توشكا وشرق العوينات، تنميه زراعيه، التنميه العمرانيه حدث ولا حرج، البنيه التحتيه في القرى، مشروع حياه كريمه. يعني كل هذه الطفرات التنمويه ايضا تعتبر ثمره من ثمار الانتصار في حرب اكتوبر. طبعا هو طبعا حضرتك لو يعني حرب اكتوبر يكفي ان هو جاب لنا السلام بعديه. السلام ده والامن يعمل كل شيء كويس ويعمل كل يعني كل التنميه وكل التطور. لو ما فيش سلام مش هيحصل. فدلوقتي احنا يعني طبعا يعني فضل التنميه اللي احنا فيها دلوقتي طبعا بيرجع ان احنا بقينا عايشين في امن وامان وسلام، وطبعا بعد المبادره اللي هي السلام. لكن لو لا قدر الله عندنا مثلا حروب او حته مننا منطقه مننا او بلد مننا مش تحت سيادتنا ما كناش هنعرف اصلا يعني يبقى في تنميه ولا يبقى في تطور ولا يبقى في اي حاجه. طبعا اكتوبر من اقوى اسباب اللي احنا نقدر نعمل لان في امن وامان وفي سلام. استاذ اشتياق، خلينا بقى نتكلم عن جانب شخصي حضرتك. نما الى علمي يعني والدك عليه رحمه الله استاذ داوود يوسف كان احد ابطال حرب اكتوبر، احد المشاركين في حرب اكتوبر. وانت ذكرتيلي انك انت كنت طفله صغيره، ف يعني وصفي لي مشاهد والدك في الحرب والبيت كانوا ازاي وحالتهم ايه، و اكيد طبعا الحرب دي كلها حاطط ايده على 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 قلبه بمعنى اصح وبيتتبع الاخبار الخاصه بها. حضرتك انا كان عندي 3 سنين بس عمري في حياتي ما انسى يوم ما هم بعتوا قالوا ان هو توفى. كان يعني حاجه صعبه جدا، وبعد كده راحوا بعتوا تاني قالوا ان هو مصاب في القصر العين. والله انا عندي 3 سنين افتكر الموضوع ده طبعا مش بالظبط، بس رحنا القصر العيني وكان اغاني والفرحه يعني ناس مصابين واللي مبتور يعني واللي فيه حاجات صعبه لكن فرحانين فرحه المصابين والناس اللي حواليهم واهلهم وقرايبهم كانوا في منتهى الفرحه. وكان في يعني الاغاني الوطنيه بسم الله الله اكبر والاغاني الوطنيه باصوات فظيعه. يعني انا والله افتكرها يعني ممكن تكون حاجات حصلت انا عندي 10 سنين ما افتكرهاش. لكن الموضوع ده لاني طبعا يعني موقف جلل ان الوالد اتوفى وفي حرب وكلام زي ده. بس الحمد لله بعد كده هو طلع مصاب، وهو على فكره حضر 67 وحضر 73 معظمهم كده اللي كانوا في حرب 67 يعني اتجندوا في اتجندوا 67 كان اسمه تحت احتياطي. ايوه كان اسمه احتياطي. فكان من الحرب لغايه ما مات توفى في 2013. كل شويه يقول حاجه يعني كان بيجمعكم كل سنة. يعني كل مثلا حصل 6 اكتوبر يقعد يحكي 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 حاجات سبحان الله. يعني مع احترامي للاعلام وفعلا هو كل الشكر بامانه للاعلام لان احنا اولادنا الصغيرين دلوقتي ما يعرفوش يعني احنا بنحكي لهم لكن بيشوفوا من خلال الافلام اللي تعتبر مش عارفة أوصفها في كلمة إن هي فعلا 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 أفلام تعتبر وثائقية وتعتبر حاجة يعني دليل مادي يشوفوه الأجيال الجديدة. طبعا هو بقى كان يحكي يعني مثلا كان على الوحدة إن ما فيش فرق ولا 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 مسلم ولا مسيحي ولا عقائد ولا ولا مثلا عرف ولا أي حاجة ما فيش. كانوا يقفوا يقول أقف نصلي الجماعة إخواتنا المسيحيين كانوا يدارونا لغاية ما كان
كده، هم مش عارفة يوقفوا برضو. نفس القصة احنا مفيش، يقول لك كنت بتتكلم مع الواحد تبص تلاقوا، يعني مش عايز اخوف الناس، يعني كانت راسه تطير كده من ضرب حرب، موت موت يعني، حاجة مش زي كل شيء متوقع. وكان مثلا يعني يقول يا بابا ايه، يقول لك الافلام ايوه بتقول اللي كان حاصل او بتاخد الجزئية على جنب، مشاهد لا تعرف لكن في مشاهد يعني يكفي ان هو لما جاله مات كان موجود في حفرة 3 ايام، جاله شظية في رجله، بعد كده راحوا جابوه يعني ربنا اراد ان هو يعيش ورجع. فلا كان يعني كنا بنحب جدا ان هو يلمنا كده ويحكي لنا على اكتوبر، وكل اللي زيه على فكره، كل اللي زيه عنديهم ولا زالوا بيجيبوا الناس لربنا يا رب يديهم طول العمر، بيقولوا كلام يعني وبيحكوا موضوع يا جماعه سري جدا جدا جدا، ومليان مليان مليان بالاحداث وباللي حاصل. فيعني ربنا يا رب يرحم كل شهيد طبعا الاول، ويرحم كل اللي شارك في الحرب، ويدي طول العمر للي موجودين منهم بركتنا، وهم برضو لغايه دلوقتي طبعا بيحكوا بيعرفونا ايه اللي حصل بالظبط يعني من خلال تجربتهم الحقيقيه. اهلا بنشكرك شكرا جزيلا ضيفتنا الكريمه الاستاذه اشتياق داوود يوسف، امين مساعد المراه بحزب مستقبل الوطن بمحافظه صنعاء. شكرا لحضرتك، الف شكر لحضرتك والاستاف، والف الف شكر. والشكر موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وأمل أن تكونوا قد أفدتم بكل ما قدمناه لحضراتكم من فقرات حلقة هذه الليلة. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.